السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله النهارده هنشرح المحاضره الثانيه في السيدز. المحاضره دي جميله جدا، يعني هي سهله خالص خالص، لدرجه ان انا حتى مش هعرض فيها صور تقريبا غير هي صوره او صورتين ماكسيمم. فهي سهله جدا، بس هي مشكلتها انها طويله شويه، بس هي سهله يعني، سهله وفهمها واضح. مش هنحتاج ان احنا نفهم تفاصيل كتير، يعني حتى المعلومات الزياده اللي هقولها مش كتيره خالص. تحضيرها كان سهل، يعني محاضره ممتعه يعني، بس هي طويله شويه، فهنقسمها على كذا ايه حتت. يعني احنا هنتكلم عن كام سيد. هنتكلم عن خمسه، اولهم اللينسيد والفينوجريك، بعد كده هناخد البلاك ماسترد والوايت ماستر، بعد كده هناخد السينامين مع لوحده كده. فهناخد احنا اللينسيد والفينوجريك مع بعض، هنشرحهم سوا لان هما الاثنين فيهم حاجات كتير قوي شبه بعض. بعدها نخش على البلاك والوايت ماستر وهكذا، تمام؟ فخلينا نبتدي كده. بسم الله. اول حاجه اللينسيد. اللينسيد ده النيم بتاعه اسمه ايه؟ اسمه لينسيد او فلاكسيد، يعني هتلاقي الاثنين موجودين، الاثنين منتشرين. حتى لو حابب تسرش عليهم هتلاقي الاسمين منتشرين. اول اسم بالعربي اسمه ايه؟ اسمه بذور الكتان. طيب ماشي. اما الفينوجريك اسمها فينوجريك، ان ده الاسم الوحيد اللي ليها، او اللي هي الحلبه. طيب الاوريجين بتاع اللينسيد هو ايه؟ هو عباره عن دراي ترايب سيدز اوف. الجينس والسبيشيز بتاعها هم صعبين شويه، اسمهم ايه بقى؟ لينيوم يوزي تاتسمم. لينيوم ده الجينس، لينيوم يوزي تاتسمم، يوزي تاتسمم. خلاص كده. يعني ايه يوزي تاتسمم؟ يوزي تاتسمم دي يعني موست يوسفول. يعني ايه موست يوسفول؟ يعني هو اللي يوزز كتيره جدا، بستخدمه في حاجات كتيره جدا. ده ليه؟ ده لان انا لو حبيت استعمل بذر الكتان نفسه، يعني اروح اشتري البذر كده نفسه واستعمله، هيكون لي فوائد. لو استعملت الزيت نفسه بتاع بذر الكتان، الزيت ده لوحده كده ليه فوائد تانية. لما اجي استعمل بذر الكتان وابتدي ان انا استخلص منه وارمي البواقي بتاعته، ارمي الفايبرز بتاعته الوحشه اللي انا المفروض ما بستعملهاش، الفايبرز الوحشه دي اللي هو الكتان نفسه، دي برده ليها فوائد. فهو ليه فوائد في كل الاجزاء بتاعته، السيد نفسها والاويل نفسه، حتى الفايبرز بتاعته ليها فوائد. عشان كده سميناها ايه؟ موست يوسفول. موست يوسفول باللاتين اسمها ايه؟ اسمها يوزي تاتسمم. يوزي دي اللي هي جايه من يوزس، وتاتسمم دي يعني كتير، يعني زي بولي كده، فهو ليه استخدامات كتيره. عيله ايه؟ عيله لينيسي. طيب جميل. الفينوجريك بقى هي برده عباره عن دراي ترايب سيدز، وايه بقى؟ تريجونيلا فونو ماجريسيوم. تريجونيلا فونو ماجريسيوم. خلاص كده. عيله ايه؟ عيله ليجيمينوزي. يبقى اللي نسيت عيله ايه؟ لينياسي. الفينوجريك عيله ايه؟ ليجيمينوزي. طيب جميل. اوكي. هناخد شوية عن معلومات كده عن اللينسيد والفينوجريك. المعلومات دي مش حفظ، بس هقولك على كم نقطة هي اللي تركز عليها. اول حاجة اللينسيد بيقول لو جيت اشم ريحتها الاقي ان ريحتها سلايت اودر، تمام؟ ده لو انا استخدمت البذرة نفسها، يعني انا جبت البذرة نفسها كانتاير، يعني كلها كده كاملة على بعضها، وجيت اشم ريحتها مش هلاقي لها ريحة قوية يعني. اما لو جيت كسرتها وعملت لها كراشد كده، كسرتها خليتها باودر، فالباودر هيكون ليه ريحة كاركترستيك شوية. طيب والفينوجريك نفس الفكرة، الفينوجريك نفسها هي ليها ريحة، يعني الفينوجريك كده لو جبت حباية الحلبة هلاقي فيها ريحة، لكن لو كسرتها او عملت لها كراشنج الريحة دي هتزيد اكتر. طب ليه؟ احنا لما بنيجي نعمل كراشنج الاكتف كونستيتوينتس والفولاتايل اويلز بتظهر. احنا عارفين ان الفولاتايل اويل ده بيبقى ظاهر بشكل كويس، او مش بس الفولاتايل اويل، لا ده كمان اي اكتف كونستيتوينتس عامة ريحتها بتظهر. فالفينوجريك فيها فيكسد اويل وفيها فولاتايل اويل، يعني الفينوجريك دي ام الفولاتايل اويل كله اصلا، ريحتها بتبقى ظاهره جدا وليها ريحه يعني سبيشال قوي ليها، تمام؟ فهو انا الاثنين لو استخدمتهم كانتاير هيكون ليهم ريحه بس بسيطه، لكن طبعا لو كسرتهم واستعملت البودر ريحتهم هتبقى كبيره جدا. طيب لو جيت اتكلمت عن الليسيد هلاقي ان هو فيه ميوسيليجينس اويلي تيست. يعني ايه؟ لو جيت ادوق الطعم بتاعها الاقيه ميوسيليجينس اويلي. طيب هستفيد ايه من المعلومه دي؟ هستفيد منها ان انا هفهم ان اللينسيد كده فيها ميوسلج كتير جدا وفيها اويل كتير جدا. طيب الميوسلج اللي موجود ده لما اجي اقول لك كلمه ميوسلج كده تفهم على طول ان هو هيشتغل كمرطب، اسمها ديموسلنت، تمام كده؟ طيب والاويل، الاويل نوعه ايه؟ نوعه فيكسد اويل. احنا عارفين ان السيدز اغلبها فيكسد اويلز. طيب جميل. الفينوجريك بقى هلاقي فيها ميوسلج برده، بس هلاقي فيها بيتر تيست او طعم كده ليها مر شويه، ده بسبب برده المواد الفعاله اللي فيها زي الصابونين. الصابونين ده بيطلع طعم يعني طعم بيتر، وهنشوف الكلام ده دلوقتي لما نيجي نشرح الاكتيف كونستيتوينتس. طيب هنا يشرح لي الشكل بتاعه. الشكل بتاعه مش مهم خالص، هيقول لي ان هي الونجيتد اوفيت، يعني هي شكلها اوفيت شويه، مش عارف راوندد وهكذا، يعني كلام مش مهم. اما الفينوجريك احنا هنقول عنها كلمه واحده بس، ان هي فيها حاجه اسمها فيرو. فيرو ده اللي هو الايه؟ بص كده، شايف كده الصورة دي؟ هتلاقي فيه خط كده في النص كأنها بشلة كده، الفينوجريك تحس انها واخدة بشلة كده. فيها مقسمها لجزئين، جزء صغنن تحت كده، الجزء الصغنن ده الايه؟ ده الراديكال. الراديكال ده اللي هو كنا بنسميه برايمري روت، اللي هو بعد كده لما هينضج هيكون لي الروتس بتاعت الفينوجريك. والجزء الكبير ده مين؟ ده الكوتوليدون. خلاص كده. فهو بيقول لي ان هي فيها فارو
الفرو ده اللي هو البشله اللي واخداها دي مقسمها لي ايه؟ مقسمها لي اللارج بارت. اللارج بارت ده اسمه ايه؟ اسمه كوتوليدون. والسمول بارت ده اسمه ايه؟ اسمه الراديكال. طيب كويس قوي. بيقول لي بعد كده التكستشر بتاعها، الملمس بتاعها، هلاقي ان اللينسيد ملمسها سموث، اما الفينوجريك الملمس بتاعها هارد. طيب كل الكلام ده يا شباب مش يعني مش تتحفظ يعني. طيب لو جينا بقى اتكلمنا عن المورفولوجي بتاع السيد كده، المورفولوجي بتاعها شكله عامل ازاي، هلاقي اللينسيد عباره عن الاوفيول بتاعها اناتروبس اوفيول، هي والفينوجريك الاثنين عباره عن اناتروبس اوفيول. طيب يعني ايه اناتروبس اوفيول؟ اناتروبس اوفيول قلنا يعني الاوفيول حصل لها روتيشن 180 درجه. 180 درجه يعني بتشكل قد ايه من السيد؟ يعني نص السيد. نص ايه؟ نص السيد. ليه نص السيد؟ ما احنا قلنا مجموع الزوايا حوالين نقطه 360، هو واخد 180، واخد ربعين. ربعين يعني نص، فالرافي بقى واخد نص السيد. تمام الكلام ده اتشرح في الايه؟ في الانترودكشن. طيب بيقول لي ان اللينسيد دي ستريت امبريو. يعني ايه ستريت امبريو؟ قلنا يعني الراديكال والكوتوليدونز مع بعض شكلهم ستريت، يعني شكلهم مستقيم كده، وكمان الراديكال ستريت للكوتوليدون، يعني الراديكال فوق الكوتوليدون والاثنين واخدين ايه؟ خط واحد. طيب الفينوجريك لا، ده كان بنت امبريو. قلت لك يعني ايه بنت امبريو؟ يعني قلت لك المفروض ان الراديكال يبقى ستريت على الكوتوليدون، يبقى فوق الكوتوليدون. ده حصل انه لا، الراديكال لف عليهم، لف على الكوتوليدون. والله بقى وهو بيلف لو وقف قدام كوتوليدونيه واحده بس هسميها انكامبنت، لو وقف قدام بقى مقابل للتو كوتوليدونز يعني بقى باصص على التو كوتوليدونز هسميها اكامبنت. لو كان incumbent يعني واقف قدام مون كوتوليدون بس حصل ان الكوتوليدون لفت حواليها هسميها ايه؟ هسميها اللي هي اللي مش فاكره كان اسمها ايه، بس كانت في الانترودكشن بتاعت السيد، يعني كان اول حاجه ولا حرف الاو بس مش فاكره. ما علينا، المهم ان الفينوجريك هنا ايه؟ هي incumbent. incumbent يعني ايه؟ يعني الرافي وهو بيلف لف حوالين التو كوتوليدونز او بقى قدام التو كوتوليدونز. خلاص كده. طيب بيقول لي بعد كده ان هي البيومينس سيد. يعني ايه البيومينس سيد؟ البيومينس سيد يعني انا المفروض ان انا عندي الكيرنل في امبريو وفي اندوسبرم وبيريسبرم، هي فيها اندوسبرم، اللينسيد فيها اندوسبرم والفينوجريك فيها اندوسبرم. طب افرض ان انا ما عنديش الاثنين، ما عنديش اندوسبرم ولا عندي بيريسبرم، هسميها ايه؟ هسميها اكزا البيومينس، انما هنا الاثنين دول البيومينس. طب جميل، ركز بقى معايا في الحته دي، والحته دي مهمه وممكن تيجي سؤال في الامتحان عادي جدا، وسؤال ام سي كيو محترم قوي. يجي يسالك على مكان الميوسيلج. مش انا قلت لك ان اللينسيد كانت ميوسيلج اويل تيست، ليها طعم ميوسيلجينس وفيها اويل، وقلت لك ان الفينوجريك كانت ليها ميوسيلجينس بيتر تيست، يعني الاثنين فيهم ميوسيلج. الميوسيلج بقى دي موجوده فين؟ فين البوزيشن بتاعها؟ بيقول لي والله انا لو جيت بصيت على اللينسيد تحت الميكروسكوب هلاقي ان الميوسيلج بتاعتها موجوده في طبقه الابيديرمز. طبقة الابيديرمز اللي موجودة فين؟ في التستة، يعني القشرة. يعني انا لو جيت مسكت التستة بتاعت اللينسيد، القشرة بتاعت اللينسيد كده جيت حطيتها تحت الميكروسكوب، انا قلت لك التستة دي بيبقى عبارة عن كذا طبقة، عبارة عن طبقة اسمها ابيديرم، وطبقة اسمها هايبوديرم، وطبقة اسمها سكرينكايما، وطبقة اسمها بيجمنت لاير، وشورة سودة، في طبقات كتيرة قوي. اللينسيد بقى موجود فين؟ موجود في اول طبقة في التستة اللي هي طبقة الابيديرمز، وهوريك صورتها دلوقتي. هو موجود في اول طبقة في التستة فين؟ في الابيديرمز. طيب الاندوسبرم لا، الاندوسبرم ما فيهوش ميوسيلج. خلاص كده. طيب العكس بقى في الفينوجريك، الفينوجريك الميوسيلج فين بقى؟ في الاندوسبرم. خلاص كده. يبقى الميوسيلج موجود فين؟ ودي ممكن يجي لك فيها سؤال في الامتحان عادي، يقول لك الميوسيلج مكانها فين في اللينسيد؟ في مثلا الاندوسبرم ولا الابيديرمز ولا في الامبريو ولا ما اعرفش فين؟ تقول له على طول موجوده في الابيديرمز في التستة. لكن الفينوجريك موجوده فيها فين؟ موجوده في الاندوسبرم. خلاص كده. طب جميل، ماشي. وبعد كده اتكلمنا عن حته بنت وراديكال دي. طيب ماشي، بعد كده هيجي يتكلم شويه عن اللينسيد، هيقول لك اللينسيد بتاعتها التستة بتاعتها مالها؟ ها التستة فيها ايه؟ التستة عباره عن ميوسيلجينس ابيديرمز، ودي قلناها في الانترودكشن على فكره بتاعت السيد. قلت لك ان طبقه الابيديرمز دي ممكن تبقى ميوسيلجينس، او ممكن تبقى باليسيد لايك سيلز، او ممكن تبقى كانت ايه كمان يعني، او ممكن كانت تبقى سكليرويدز. قلت لك ممكن تبقى لاجنيفايد، صح ولا مش صح؟ قلت لك في الانترودكشن ممكن تبقى ثلاث حاجات. اللينسيد بقى ميوسيلجينس، يعني هلاقي ان طبقه الابيديرمز كلها ميوسيلج. خلاص كده. طيب الطبقه اللي بعدها بقى اللي هي طبقه الهايبوديرمز، قلت لك طبقه الهايبوديرمز دي ممكن تبقى حاجات كتيره، ممكن تبقى كولينكايما عباره عن خلايا كولانشيميه، ممكن تبقى باسكت لايك سيلز، وانها برده كل الكلام ده قلنا في الانترودكشن. اللي نسيت بقى هلاقيها ايه؟ هلاقيها عباره عن كولينكايما سيلز. يعني ايه كولينكايما سيلز؟ يعني خلايا كولانشيميه، خلايا مرصوصه كلها جنب بعضها ما فيهاش فراغات. طب جميل، وكمان هلاقي طبعا في سكرينكايما. خلاص كده. طيب الفينوجريك بقى لا، الفينوجريك طبقه الابيديرمس بتاعتها اللي موجوده في التست عباره عن باليسيد لايك سيلز. انا اهم حاجه عندي تحفظ كلمه لايك. لو جالك ترو فولس وقال لك ان الفينوجريك فيها باليسيد سيلز غلط،
فولز. ما تقولش انها فيها باليسيد سيلز، فيها باسكت سيلز، غلط، فولز. لازم باليسيد لايك سيلز، باسكت لايك سيلز. ليه بقى؟ لان انا لو قلت لك ان الفينوغريك فيها باليسيد سيلز ده معناها ان هي فيها خلايا فعلا باليسيد، خلايا فيها كلوروفيل، خلايا بتعمل بناء ضوئي. طب هي فعلا فيها الخلايا دي؟ لا خالص، ملهاش اي دعوه، لا فيها كلوروفيل ولا بتشتغل في البناء الضوئي ولا بتعمل اي حاجه. امال انا ليه بقول باليسيد لايك سيلز؟ انا بقول لك انها شبهها، شبه الباليسيد، انها طويله زيها، شكلها شكل عمادي زيها، في زيها في المورفولوجي، فاهم قصدي؟ لكن هي مش باليسيد. فلو قال لك باليسيد سيلز غلط، لو قال لك باسكت سيلز غلط، هو المفروض باسكت لايك سيلز، تمام كده؟ طيب، فطبقه الابيدرمس بتاعه الفينوغريك باليسيد لايك سيلز، جميل. طب طبقه الهايبودرمس، طبقه الهايبودرمس قلت لك في اللينسيد كانت كولينكايما، طب في الفينوغريك كانت باسكت لايك سيلز، خلاص كده. وبرده لازم تقول لايك سيلز دي، ماشي. بيقول لك لما جيت بصيت بقى على الانتجمنتس اللي موجوده على اللينسيد لقيتهم اتنين زي اي اوفيول عاديه، يعني اي اوفيول قلنا ان هم بيبقى فيها تو انتجمنتس بس. وانا في محاضره الانترودكشن قلت لك ايه؟ قلت لك ساعات بيبقى فيها انتجمنت واحد بس، زي عيله امبريفري، قلت لك عيله امبريفري بيبقى عندها انتجمنت واحد بس. مين برده اللي كده؟ الفينوغريك، الفينوغريك برده عندها انتجمنت واحد بس. طيب هو ده ازاي او بيحصل ازاي؟ ساعات بيحصل فيوجن بين الاثنين، يعني ساعات بيحصل فيوجن بين التو انتجمنتس بيلتحموا مع بعض فبيكونوا انتجمنت واحد بس. وساعات في انتجمنت بيتحلل، يعني كانه كده بيتحلل او بيبوش ويبوس خالص فبيبقى لي واحد بس. طيب اللي نسيت فيها بيجمنت لاير، قلت لك يعني ايه بيجمنت لاير؟ قلت لك دي طبقه، الطبقه دي بتحتوي على بيجمنتس او على صبغات كده، براون بيجمنتس، صبغات كده بنيه بتدي اللون البني او اللون الغامق للسيد. طب الفينوغريك؟ لا، الفينوغريك لما اجي ابص عليها الاقي ان هي لونها فاتح، فهي ما فيهاش بيجمنت لاير. طب جميل، اللينسيد هلاقي فيها الاندوسبرم بتاعها في اليرون، قلت لك الاليرون جرينز دي او اللي هي الخلايا بتاعه الاليرون دي بتحتوي على ايه؟ قلت لك بتحتوي على بروتين، خلاص كده. طب في الفينوغريك هلاقي الاندوسبرم بتاعها في ميوسلج، يبقى الاندوسبرم بتاع اللينسيد في ايه؟ في اليرون. طب الاندوسبرم بتاع الفينوغريك في ميوسلج، طب هل ده معناها ان الفينوغريك ما فيهاش بروتين؟ انا عايز اقول لك ان تقريبا الفينوغريك فيها بروتين اكتر من اللينسيد. ده موجود فين؟ موجود في طبقه الاليرون لاير، وموجود برده في الفينوغريك عامه، يعني موجود فيها متوزع عامه، مش بس في طبقه الاليرون، ده موجود عامه، فاهم قصدي؟ يعني الفينوغريك مليانه بروتين، وبروتين كتير جدا، وممكن يكون اكتر من اللينسيد نفسها. بس البروتين اللي موجود في اللينسيد موجود فين؟ موجود في طبقه في الاليرون جرينز، تمام. والفينوغريك متوزع عامه، ماشي. الاندوسبرم بتاعها قلنا فيها ايه؟ فيها ميوسلج. الاندوسبرم بتاع الفينوغريك فيه ميوسلج، يبقى دلوقتي الفينوغريك قلنا الميوسلج بتاعها موجود فين؟ موجود في الاندوسبرم. اما اللينسيد بقى كان الميوسلج بتاعها موجود فين؟ موجود في التست، في طبقه الابيدرمس. طيب هتلاحظ بس في كلمه مكتوبه كده قبل الميوسلج اسمها ايه؟ جالاكتومان. ايه جالاكتومان دي؟ فكك منها خالص ولا كانك قريتها، هي دي نوع من انواع الميوسلج. دي معناها ان الميوسلج دي فيها نوعين من الشوجرز كده، الشوجرز كده بيبقوا مع بعض ماسكين في بعض، فهو ده نوع من انواع الميوسلج. ولا بص ولا كانك شفتها ولا قريتها، ملهاش اي لازمه عندنا في الكوجنو يعني، تمام. دي ممكن نبقى ناخدها في الفايتو مثلا او حاجه، ففكك ولا كانك شفتها. طيب التي اس بتاع اللينسيد هنلاقي فيه طبقه الابيدرمس، طبقه الابيدرمس هي دي اول طبقه في التسته، دي مليانه ايه؟ مليانه ميوسلج. طب جميل، هلاقي طيب طبقه الهايبودرمس، طبقه الهايبودرمس اللي موجوده تحت مين؟ تحت الابيدرمس، دي كانت فيها ايه؟ كولينكايما سيلز، جميل. قلت لك الكولينكايما سيلز خلايا بتبقى مرصوصه جنب بعضها ما فيهاش فراغات. طيب بعدها هلاقي ايه؟ هلاقي سكرينكايما، السكرينكايما دي تحتها. طب جميل، بعدها هلاقي ايه؟ هلاقي هايلاين لاير. ايه الهايلاين لاير دي؟ فاكر النيوتريف لاير اللي قلت لك عليها في الانترودكشن؟ قلت لك ساعات السيدز بيبقى فيها نيوتريف لاير، وقلت لك النيوتريف لاير دي بتبقى ايه؟ بتبقى كولابسد. كولابسد يعني ايه؟ يعني متبططه، حصل لها كولابس يعني متبططه. عارف انت كانك جبت كنزايه ورحت دايس عليها بايدك، خليتها مبططه كده. طب ده ليه؟ قلت لك لان الامبريو بيتغذى عليها ويخلصها كلها، فبتبقى كولابسد. حتى بص هتلاقي ان هي عباره عن خط رفيع جدا، تمام. وتحت الهايلاين لاير دي هلاقي ايه؟ هلاقي فيها البيجمنت لاير. البيجمنت لاير دي وظيفتها ايه؟ دي كانت فيها براون بيجمنتس هي اللي بتديني الصبغه. طيب وتحتها الاقي طبقه الاندوسبرم، خلاص كده. يعني احنا لحد البيجمنت دي، لحد البيجمنت لاير كده احنا خلصنا التيستا، كده التيستا خلصت. خش بقى على الاندوسبرم، تمام. طيب ماشي، هيقول لي هنا شويه كي اليمنتس للنسيد هي ايه. اول حاجه هي البيجمنت لاير. اهم كلمه، وده سؤال بيجي في العملي وبيجي في، والدكتور حتى نبه عليه، بيجي في العملي وبيجي في النظري وبيجي في الاورال، بيجي في كل حته تقريبا، هو وصف البيجمنت لاير. هتقول لي كلمه واحده بس، ان البيجمنت لاير في اللينسيد بيتد. بيتد يعني ايه؟ منقطه،
ودي مهمة قوي. ليه بقى؟ هناخد بعد كده في البلاك ماسترد في المحاضرة دي. البلاك ماسترد فيه برضو بيجمنت لير بس نوت بيتد، ما فيهاش الحبوب دي، مش منقطة. فممكن يسألك سؤال يقولك ازاي اعمل ديفرنشيشن بين البيجمنت لير اللي في اللينسيد وبين البيجمنت لير في البلاك ماسترد؟ هتقولي عن طريق البيتد اللي موجودة، اللي هي عن طريق النقط او التنقيط اللي بيبقى موجود. ده بيبقى موجود في اللينسيد فقط، مش موجود في البلاك ماسترد. والسؤال ده الدكتور نبه عليه كتير قوي. طيب اللي جنبها بقى اللي هي الماتلاك ستراكشر، حاجه كده شبه السجاده. طب هي ليه الحاجه دي شبه السجاده؟ هي دي اصلا عباره عن ايه؟ عارف الكولينكايما سيلز؟ الكولينكايما اللي كانت موجوده في الهايبوديرمس، قلت لك الخلايا اللي بتبقى مرصوصه جنب بعضها دي، تمام؟ دي بيبقى فوقيها ايه؟ بيبقى فوقيها، بص خلينا نرجع للايه، للتقيس عشان تفهمها. هي الحته دي انت لو ما فهمتهاش اصلا مش مشكله. ليه؟ عشان هي في العملي. طيب بص، لو جينا بصينا كده، ركز على طبقه الهايبوديرم اللي هي السهم الثاني دي. الهايبوديرم دي هتلاقي تحتها في ايه؟ هتلاقي تحتها في سكرينكايما. طيب السكرينكايما شايفه عامله ازاي؟ تحس انها عموديه على مين؟ عموديه على الهايبوديرمز، ومرصوصه بالطول، صح؟ مرصوصه بالايه؟ مرصوصه بالطول. طب خش كده على تحتها على الهايلاين لير، هتلاقي الهايلاين لير طويله بس بالعرض، هتلاقيها خط كده طويل قوي بس بالعرض. فهتلاقي ان السكرينكايما والهايلاين لير الاثنين بريبنديكولر تو ايتش اذر، يعني الاثنين عموديين على بعض. فاجي بقى لما اجي ابص على الماتلايك ستراكشر كده، هتلاقي فيه الدوائر، الدوائر دي هي دي الكولينكايما سيلز. وهتلاقي بقى بص تحت كده في الصوره اللي تحتها، هتلاقي فيه خطوط بالطول وخطوط بالعرض. مين الخطوط اللي بالطول؟ دي السكرينكايما. طب مين الخطوط اللي بالعرض؟ دي الهايلاين لير، اللي هي الايه؟ اللي هي النوتشيف لير. لان الاثنين دول طوال، بس الفرق ان السكرينكايما طويله او طويله بالطول، يعني طويله بالطول، يعني فاهمين؟ اما النيوتشيف لير هي طويله بس بالعرض، يعني فاهمين قصدي؟ يعني هي حاجه طويله بس بالعرض، تمام؟ طيب في بعد كده بقى الاندوسبرم والامبريو، ما فكك منهم، يعني ما فيش كي اليمنتس بتبقى موجوده في الاندوسبرم والامبريو. طيب لو جينا بقى اتكلمنا عن التي اس بتاع الفينوجريك، احنا اتكلمنا عن التي اس بتاع اللينسيد خلاص وشرحناه، قلنا بقى اللي هي يا لهوي نسيته، يخرب بيت كده، يا لهوي نسيته والله، لا لسه شرح حاجه يا جدعان، اللي هي البيجمنت لاير وال يا لهوي نسيت والله. مهم يعني احنا لسه شرحين التي اس بتاع اللينسيد. هنخش بقى على التي اس بتاع مين؟ بتاع الفينوجريك. طيب الفينوجريك دي قلنا فيها ايه؟ قلنا فيها في الـ في الـ في التيستا بتاعتها، طبقه الابيدرمس بتاعه التيستا كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن باليسيد لايك سيلز، يعني خلايا شبه الخلايا العماديه، خلاص كده. طيب وتحتها بقى، تحت الباليسيد لايك سيلز هلاقي فيه باسكت لايك سيلز. قلت لك هي ليه اسمها باسكت لايك سيلز؟ لان هي شبه الباسكت، نتيجه انها رافعه فوقيها الباليسيد. عارف انت مثلا لو جبت عجينه والعجينه دي حطيت عليها كوبايه، اللي بيحصل ان العجينه العجينه بتبطط، صح ولا مش صح؟ هي نفس الفكره، الباسكت ده بيبطط، تمام؟ بسبب ان هي شايله فوقيها الباليسيد لايك سيلز، وطبعا هم متغطيين بفوق بثيك كيوتيكل، طبقه كيوتيكل. في معلومه عايزه اقولها، ان انت ممكن تقول باسكت لايك سيلز او ممكن تقول عليها هايبوديرمس، الاثنين صح، لان هايبوديرمس دي معناها انها تحت طبقه الايه؟ تحت طبقه الابيديرم، خلاص كده، فهي موجوده تحت. فالمصطلحين صح، الباسكت لايك سيلز والهايبوديرمس صح. طب جميل. دي صور من يعني مش مهمه خالص كنظري، بس هي طبعا مهمه مليون في الميه كعملي، بس احنا بما اننا خلاص خلصنا عملي فما فيش داعي. بس دي يعني بيقول لك السيرفس، السيرفس فيو والسايد فيو والحاجات دي، فده كلام مش مهم يعني. طيب نخش بقى على الكلام المهم قوي 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 قوي، اللي هي الكونستيتونز بتاعه اللينسيد. وركز معايا في الحته دي، هو قال لك كونستيتونز اوف لينسيد، ما قالكش الاكتف كونستيتونز اوف لينسيد. يعني ايه؟ اللينسيد اغلبها برايمري ميتابولايت، يعني اغلب المواد الفعاله اللي موجوده في اللينسيد هي برايمري ميتابولايت. معلش كده، هو كان ايه البرايمري ميتابولايت وايه السكندري ميتابولايت؟ الكلام ده كنا شرحناه الترم اللي فات. قلت لك البرايمري ميتابولايت دي كانت اول مكونات بيكونها النبات بعد عمليه البناء الضوئي، كانت عباره عن فيكسد اويل، كانت عباره عن ميوسلج، عباره عن كربوهيدرات وحاجات كده، ايه ملهاش قوي من الاخر. لكن السكندري ميتابولايت دي كانت مين؟ دي بقى كانت الالكالويدز، كانت التربينويدز، كانت الفولاتايل اويلز، كانت الفلافونويدز، كانت الحاجات اللي هي ليها ايه؟ اكتف افكت او ميديسينال يوزز. هنا الحاجات اللي ليها ميديسينال يوزز اغلبها برايمري ميتابولايتس. زي ايه؟ رقم واحد الميوسلج، تمام؟ احنا بنتكلم دلوقتي على النسيد. طيب اول حاجه الميوسلج. طيب معلش كده سؤال، الميوسلج البوزيشن بتاعه فين كده في النسيد؟ هتقول على طول في التيستا، في طبقه الابيدرمس. طب جميل. بعدها في فيكسد اويل. طيب ركز معايا بقى، الفيكسد اويل ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن نوعين، في نوع اسمه بولي انساتوريتد فاتي اسيدز، وفي بولي ساتوريتد فاتي اسيدز. تاني، في بولي انساتوريتد فاتي اسيدز وفي ساتوريتد فاتي اسيدز. يعني ايه؟
الفاتي اسيدز دي هي عباره عن اورجانيك كومباوند. اورجانيك كومباوند ده ممكن يبقى كله على بعضه سيجما بوند او ممكن يبقى فيه باي بوند. طيب والله بقى لو الاورجانيك كومباوند ده كان فيه باي بوند هسميه ان ساتوريتد، لو كان فيه كله سيجما بوند هسميه ساتوريتد. فنوع الفيكسد اويل اللي موجود في اللينسيد نوعه ايه؟ نوع ان ساتوريتد. ان ساتوريتد بس يعني هل هو فيه دبل بوند بس؟ لا، ده بولي ان ساتوريتد. يعني ايه بولي ان ساتوريتد؟ يعني فيه كذا دبل بوند موجوده، وهوريك الاستراكشر بتاعه دلوقتي، بس هو فيه كذا ايه، كذا دبل بوند موجوده. بص كده اهو، ده مثلا الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع الاوميجا 3 اللي هي اللي تحت، والاوميجا 6 اللي هي اللي فوق دي. لو جيت بصيت على الاوميجا 3 اللي تحت دي كده اهي، هتلاقي بص اورجانيك كومباوندز اهي 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 كله تمام. استنى خلينا هنا كده احسن. بص هتلاقي اهو الاورجانيك كومباوند، هتلاقي فيه هنا ايه دبل بوند، في هنا دبل بوند، في هنا دبل بوند، وهكذا. هو ده الايه؟ هو ده الانساتوريتد. يعني ايه؟ يعني غير مشبع، يعني فيها باي بوند. طيب ماشي، فبنسميها ايه؟ بنسميها بوفه. بوفه دي يعني ايه؟ يعني بولي انساتوريتد فاتي اسيدز، دي اختصار ليها. طيب حلو، بيقول لك بقى والله حضرتك البولي انساتوريتد فاتي اسيدز دي ممكن يبقى فيه منها اسينشال وممكن يبقى فيها نون اسينشال. طيب من اسمها كده، اسينشال يعني ضروريه، نون اسينشال يعني ضروري يعني غير ضروريه. طيب هي ضروريه لايه او بالنسبه لايه؟ ضروريه للاكل او غير ضروريه للاكل. يعني ايه؟ يعني الاسينشال فاتي اسيدز دي لازم لازم احطها في الاكل بتاعي، ده معناها ان الجسم بتاعي مش بيصنعها. تاني لما اجي اقول لك ان الحاجه دي ضروري ان انت تضيفها في الاكل، ضروري ان انت تحط فاتي اسيدز كتير في اكلك، لازم تحط اوميجا 3 كتير في اكلك، ده معناه ايه؟ معناه ان انا جسمي ما بيصنعش اوميجا 3 كتير. طب لما اجي اقول لك انها نون اسينشال، مش ضروري ان انت تحطها في اكلك، مش ضروري ان انت تحطها ضمن ضمن المغذيات اللي انت هتاكلها، ده معناه ان انا الجسم بتاعي بيصنعها اصلا. فيبقى احنا عندنا البوفه دلوقتي عباره عن ايه؟ نون اسينشال فاتي اسيدز. فنون اسينشال فاتي اسيدز زي الايه؟ زي الاوميجا 9. الاوميجا 9 اسمها اوليك اسيد، اوليك اسيد او اوميجا 9. وفي منها الاسينشال، اسينشال فاتي اسيد دي زي الايه؟ زي اللينوليك، لينوليك اسيد ده الاوميجا 6، والفا لينولينيك. يبقى اللينوليك لينوليك ده اوميجا 6، لينولينيك ده المين؟ ده الاوميجا 3. طيب انا عايزه افهم بس هو ايه الفرق بينهم، يعني ايه الفرق بينهم من ناحيه الاستراكشر، يعني ايه اوميجا ويعني ايه الحاجات دي؟ بص ركز معايا، لما اجي انا دلوقتي اقول لك ايه هي الفانكشن جروب اللي موجوده هنا، تقول لي طبعا مجموعه الكربونيل دي، هي دي الفانكشن جروب اللي موجوده. كلمه اوميجا يعني معناها ابعد مكان عن الفانكشن جروب. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول لك مثلا المكان ده اسمه ايه، هتقول لي ده الفا، والمكان ده اسمه ايه، تقول لي اسمه بيتا، والمكان ده اسمه ايه، اسمه جاما. طب والمكان ده اسمه ايه؟ ده اسمه اوميجا. المكان ده اسمه ايه؟ اسمه اوميجا. اوميجا دي يعني ايه؟ يعني ابعد مكان عن مجموعه الكربونات. طب جميل، مش انا قلت لك ان الاوميجا 3 والاوميجا 6 والاوميجا 9 دول عباره عن بولي انساتوريتد فاتي اسيدز، يعني حاجات فيها دبل بوند. انا بقى عايزه اعرف مكان الدبل بوند دي فين. بقول لك والله لما جيت حسبت او شفت مكان الدبل بوند اللي موجوده لقيتها في الرقم 3 بالنسبه للاوميجا. يعني تعالى كده نحسبها، ادي الاوميجا اهي، ادي الاوميجا النقطه دي، ادي 1، ادي هنا كده 2، وادي هنا كده 3. فلما جيت شفت مكان اول دبل بوند موجوده لقيتها في المكان الثالث اللي قريب من مين؟ من الاوميجا، عشان كده سميتها اوميجا 3. يبقى انا ليه سميتها اوميجا 3؟ لان الدبل بوند بعيد عن الاوميجا، الاوميجا اللي هو ابعد مكان عن الكربونال جروب ده، بعيدا عنها بكم كربونه؟ بثلاث كربونات. طب حلو، طب الاوميجا 6 تعالى كده نشوف، ادي الاوميجا اهي، ادي 1 2 3 4 5 والستة اهي، عشان كده سميناها ايه؟ اوميجا 6. خلاص كده؟ طيب ماشي، جميل قوي. في حاجه تاني معلش عايز اقولها، نقطه كمان اقولها، لو جيت لاحظت هتلاقي ان الاوميجا 6 فيها كام دبل بوند؟ هتلاقي فيها 1 و2، فيها 2 دبل بوند بس. اما هنا هتلاقي فيها كام؟ 3 دبل بوند. طيب دي انا استفيد ايه من المعلومه دي؟ بص اللي خلى البولي انساتوريتد فاتي اسيد مهمه وليها افكت او ليها ميديسينال يوز هي الدبل بوند دي. ليه؟ لان الدبل بوند دي فيري رياكتيف، او بتقدر انها تتفاعل. هتتفاعل مع مين؟ هتتفاعل مع الكوليسترول خلاص كده وتنقصه، وانا هشرح لك الميكانيزم كمان شويه، بس هي هتتفاعل مع الكوليسترول وتنقصه
خلاص كده. فكل لما يبقى عندي دبل بوند اكتر كل ما هقدر هبقى مور رياكتيف اكتر، وبالتالي كل ما هقدر اقلل نسبه الكوليسترول اكتر. علشان كده الاوميجا 3 افضل من الاوميجا 6 افضل من الاوميجا 9. يعني احسن اوميجا اقدر استخدمها هي مين؟ هي الاوميجا 3. ليه؟ لان هي فيها دبل بوندز اكبر من الدبل بوندز اللي موجوده في اوميجا 6، اكبر من الدبل بوندز اللي موجوده في اوميجا ايه؟ اوميجا 9. طيب فيها 25% من البروتين، يعني فيها كميه كبيره جدا جدا من البروتين. ده موجود فين؟ موجود في الالين جرين. طيب حلو قوي. فيها بعد كده سمول اماونت اوف حاجه اسمها سيانوجينيك جلايكوسايدز لينامارين. اوبا، واحده واحده، جلايكوسايدز وفي عندنا حاجه اسمها سيانوجينيك جلايكوسايدز. دي ايه يعني؟ يعني ايه اعمل حاجه؟ قلناها في الترم الاول، يعني انا عندي مركب، المركب ده فيه تو بارتس، بارت اسمه شوجر وبارت تاني اسمه نون شوجر او جينين. البارت النون شوجر او الجينين ده نوعه ايه هنا؟ نوعه سيانو. سيانو يعني ايه؟ يعني في مجموعه سيانايد، في مجموعه سيانين اللي هي سي ان، تمام كده. يعني ايه سيانوجينيك جلايكوسايدز؟ يعني والله انا عندي كومباوند، الكومباوند ده فيه جينين وفيه شوجر. نوع الجينين او نوع الجزء اللي هو اللي هو مش شوجر ده نوع ايه؟ نوعه سيانين اللي هو السي ان ده. طيب من السيانوجينيك جلايكوسايدز كومباوند اسمه اللينامارين. احنا عارفين ان الجلايكوسايدز دي عيله كبيره جدا، تمام؟ منها قسم اسمه سيانوجينيك جلايكوسايدز. عيله السيانوجينيك جلايكوسايدز دي عيله كبيره جدا برضو، هي الاخرى. فمن قصدي ففيها ايه؟ اللينامارين. يعني مثلا لما اجي اقول لك الشعب المصري، الشعب المصري ده الجلايكوسايدز، خلاص كده. لما اجي اقول لك بقى القاهره ومش عارف في اسكندريه واسيوط وبتاع، هي دي الايه؟ السيانوجينيك جلايكوسايدز، اللي مثلا السايو جلايكوسايدز، الكارديو اكتيف جلايكوسايد والحاجات دي. لما اجي اقول لك بقى في القاهره نفسها في عيله اسمها عيله الصياد، عيله اسمها عيله مش عارفه المشنب، عيله مش عارفه اسمها عيله العزبي، عيله كذا، كل دي عائلات. فاهمين قصدي؟ هكذا نفس الفكره. طيب وفي عندنا بعد كده حاجه اسمها لجنانز. فاكر كلمه لجنانز دي قلناها فين قبل كده؟ قلناها في الفروتس. كنا قلنا في فاكهه كده في الفروتس كانت حاجه اسمها فلافو لجنانز. اللجنانز دي عيله كبيره برضو، عيله زي الفولاتايل اويل، عيله زي الفلافونويدز، زي الالكالويدز، زي الحاجات دي كلها. وهقول لك دلوقتي استخدامها ايه. بس احنا دلوقتي كده خلصنا الاكتيف كونستيتونتس بتاعه اللينسيد. نعيدهم تاني بسرعه. ميوسلج فيكسد اويل، نوع الفيكسد اويل ايه؟ بوفا. طب البوفا دي فيها ايه؟ فيها نون اسينشال واسينشال. طب جميل، النون اسينشال مين؟ اوميجا 9. الاسينشال مين؟ اوميجا 6 واوميجا 3. وفيها كمان بروتين، وفيها حاجه اسمها سيانوجينيك جلايكوسايد او اللينامارين، وفي عندنا حاجه اسمها اللجنانز. طيب جميل. الاكتف كونستيتونتس في الفينوجريك برضو فيها ميوسلج، خلاص كده. طيب هو ده بقى الميوسلج اللي نوعها اسمه ايه؟ اسمه جلاكتومان. جلاكتومان دي يعني الميوسلج دي فيها حاجه اسمها منوز وحاجه اسمها جلاكتوز. يعني ايه؟ مش انا قلت لك الجلاكتومان دي معناها ان هي فيها تو شوجرز ماسكين في بعض اسمهم المنوز والجلاكتوز. دي نحفظها؟ لا ولا اي حاجه، ولا كانك قريتها، انت تحفظ بس ان هي فيها ميوسلج. طب جميل. بيقول لي كمان فيها اكتر من 50 فولاتايل كونستيتوانت. اقف، ده معناها ان هي فيها فولاتايل اويل كتير جدا، وهو ده السبب في الريحه بتاعه الفينوجريك. ريحه الفينوجريك النفاذه جدا جدا، اللي حتى انت لما بتشرب الحلبه دي ريحه عرق كلها بتبقى فينوجريك. البول نفسه بيبقى ريحته فينوجريك، ده لان الفينوجريك بيحصلها اكسكريشن في البول، وبيحصلها اكسكريشن برده في السويت او العرق. ده بسبب كميه الفولاتايل اويل الكتير قوي. طيب ايه كمان فيها؟ الكالويدز. طيب الالكالويدز دي بيبقى ليها ميديسينال يوز، اه، بس مشكلتها حاجه واحده، ان هي بيبقى الاوفر دوز بتاعها اكستريملي توكسيك. يعني الاوفر دوز ما فيهاش هزار، مش هنلعب سوا، افورت هتموت، هتتسمم. طيب طب مهم نحفظ الحاجات بتاعتها؟ لا. طيب البروتينز، فيها بروتينز كتيره بتبقى على شكل ايه؟ على شكل فري امينو اسيدز، تمام. دي حاجه حلوه، اه طبعا دي حاجه جميله جدا، وده بيخلي الفينوجريك مغذيه وبتدي قوه، بتدي تون للجسم، تمام. طيب مهمه قوي بقى اللي جايه، دي مهمه قوي. ايه هي؟ الصابونينز. الصابونينز احنا هنحفظ منها مركب واحد بس انا مش عارفه المركب ده مكتوب اهو، الدايوسجينين. الدايوسجينين ده اهم مركب تحفظه في الصابونين، وده ليه افكت او ليه ميكانيزم. فطالما في ماده فعاله ليها ميكانيزم تتحفظ وش، خلاص كده. طيب كده احنا اتكلمنا عن الاكتف كونستيتونتس بتاعت مين؟ بتاعت اللينسيد وبتاعت الفينوجريك. طيب بص، هنخش بقى على اليوزز والاكشن بتاع اللينسيد. اولا اليوزز والاكشن، الحاجات دي احنا عارفين ان هي بيبقى ليها فولك ميديسن، وممكن بيبقى ليها تاني استخدام طبي اللي احنا بنستخدمه بقى. الفولك ميديسن ده مش بيكون عليها ابحاث، فمش هنشرح الميكانيزم بتاعها بيمشي ازاي، لان هي ما عليهاش ابحاث بده. فالفولك ميديسن بيقول لك بستخدمها ايه؟ رقم واحد بيقول لك بستخدمها كديكوكشن از ديمولسنت ان اكيوت اور كرونيك جاسترايتس. واحده واحده،
يعني ايه ديكوكشن؟ ديكوكشن دي يعني انا بجيب اللينسيد وادلق عليها ميه مغليه خلاص، فالماده الفعاله تطلع من الباودر بتاع اللينسيد على الميه، كانك بتعمل كوبايه شاي بالظبط. بتجيب كوبايه الشاي تحط عليها الباودر بتاع الشاي وبعدها بتصب عليه الميه المغليه، هي نفس الفكره. طب سؤال، ليه؟ ايه المشكله لما اغلي اللينسيد؟ هقول لك اللينسيد دي فيها فيكسد اويل، فيها بولي انساتوريتد فيكسد اويل، يعني فيها دبل بوند. حضرتك لو كسرت الدبل بوند دي بالتسخين هتتحول للساتوريتد فاتي اسيدز، ودي كارثه سودا. انا قلت لك ان الانساتوريتد فاتي اسيدز دي مفيده والساتوريتد فاتي اسيدز دي ضاره وحشه ما تستعملهاش. طيب عشان كده بستخدمه كديكوكشن. بعد كده بيقول لي بستخدمها كايه؟ ديمولسنت. ديمولسنت دي يعني ايه؟ يعني انترنال مويستر، يعني بستخدمها في الترطيب الداخلي خلاص، برطب بيها داخليا تمام. لو برطب بره بسميها ايميلنت، لو يعني مثلا هرطب الجلد اللي بره، هرطب بشرتي، هرطب شعري، ايميلنت. لكن لو جوه انر هسميها ايه؟ هسميها ديمولسنت. فهي بتستخدم يعني على فكره بتستخدم كالاتنين بره وجوه، بس يعني في الفورك ميديسن كنت بستخدمها كديمولسنت. ماشي، ان ايه بقى؟ ان اكيوت اور كرونيك جاستريتس. طيب بص، خلينا نشرح الحته دي على حد ما سمعتها، بس هي ملهاش ابحاث. بيقولك ايه؟ بيقولك ان انت لما تيجي تاخد حاجات فيها مثلا تانينز كتير، او حاجات بتاكل البروتين بتاع المعده، احنا عارفين ان التانينز بتاكل البروتين بتاع المعده خلاص، فبتعمل التهاب في المعده. اللي بيحصل ان طبقه ان النيوسلج دي بتعمل طبقه على جدار المعده، فبتحمي جدار المعده من الاكلان اللي هيحصلها او الالتهاب ده. فبالتالي انا بقى عملت لها ديمونسنت او قدرت ان انا احميها، بس الميكانيزم ده مش مؤكد، الميكانيزم ده ما اتعملش عليه ابحاث. طيب نخش بقى على الحاجات اللي حصل لها ابحاث. ايه هي؟ اول حاجه الاوميجا 3 فاتي اسيد. طيب انا قلت لك فاتي اسيدز نوعها ايه؟ نوعها انساتوريتد. انساتوريتد يعني ايه؟ يعني حاجه رياكتيف وهتتفاعل مع الكوليسترول تمام. طيب حلو قوي. اول فايده ليها بتستخدم كانتي انفلاماتوري. يعني ايه انتي انفلاماتوري؟ يعني مضاده للالتهاب. طيب فهستخدمها ايه؟ هستخدمها في حاجه اسمها ريماتويد. ريماتويد ارثرايتس يعني التهاب في العظم. طب سؤال، ليه بستخدمها كانتي انفلاماتوري؟ الفكره ان الاوميجا 3 دي بتعمل انهيبيتيشن لهرمون اسمه بروستاجلاندين. دي مش عليك، هي دي اللي فاهمه مش اكتر. الهرمون ده اللي هو اسمه بروستاجلاندين ده بيعمل انفلاميشن للجسم، يعني هو الهرمون ده بيعمل انفلاميشن للجسم. فانا بقى بظبط بعمل انهيبيتيشن للهرمون ده، فبالتالي بستخدمها كانتي انفلاماتوري. فلو انا عندي التهاب في العظم زي الروماتويد او كده اقدر ان انا استخدمها. طب جميل، الاوميجا 3 فاتي اسيدز برضو بستخدمها في ايه بقى؟ دي بقى اهم حاجه عندي في المحاضره الجزء ده، فبس ناخد بريك سن عشان فعلا تعبت ونرجع تاني. طب يا شباب نكمل، احنا وقفنا لحد فين؟ ان الاوميجا 3 فاتي اسيدز كنت بستخدمها كانتي انفلاماتوري. قلنا انتي انفلاماتوري يعني ايه؟ يعني مضاده للالتهاب، فممكن استخدمها في الروماتويد ارثرايتس. وقلنا ليه؟ لان هي بتعمل انهيبيتيشن لهرمون، الهرمون ده اسمه بروستاجلاندين. البروستاجلاندين ده ماله؟ ده كان بيعمل انفلاميشن، فهي بتعمله انهيبيتيشن، فبالتالي بتشتغل كانتي انفلاماتوري. طب جميل، الحاجه بقى اللي مهمه قوي ان احنا نتكلم عنها هي شغلها على الكوليسترول. طيب قبل ما نفهم شغلها على الكوليسترول او قبل ما نشرح شغلها على الكوليسترول، عايزين نقول بس معلومه عن الكوليسترول نفسه. الكوليسترول ده بيتقسم لحاجتين، حاجه اسمها لو دينستي لايبوبروتين، تاني لو دينستي لايبوبروتين. يعني ايه؟ يعني لايبوبروتين عادي او ليبيد وبروتين ماسكين في بعض، بس الفكره ان اللايبوبروتين ده او الليبيد والبروتين الاثنين اللي ماسكين في بعض دول عندهم دينستي صغير، الكثافه بتاعتهم صغيره، ده معناه لو دينستي لايبوبروتين. وحاجه اسمها هاي دينستي لايبوبروتين، تاني لو دينستي لايبوبروتين وهاي دينستي لايبوبروتين. طب جميل، الهاي دينستي لايبوبروتين ده حلو قوي، وده يعني فيري يوسفول. الهاي دينستي لايبوبروتين ليه؟ الهاي دينستي لايبوبروتين ده بيروح يتحد مع الكوليسترول ويبوظه. يعني ايه؟ بصوا يا شباب معلش انا اتلخبطت في الحته دي، حتى وانا بشرحها كنت مستغربه يعني، فانا اتلخبطت في الحته دي فمعلش اقولها تاني. الكوليسترول ده نوعين، حاجه اسمها لو دينستي لايبوبروتين. يعني ايه؟ يعني المركب ده اللي هو عباره عن ليبيد وبروتين مع بعضهم عندهم لو دينستي. وحاجه ثانيه اسمها هاي دينستي لايبوبروتين. الهاي دينستي لايبوبروتين ده مفيد جدا، يعني اللايبوبروتين ده او الدهون دي او الكوليسترول ده اللي هو هاي دينستي لايبوبروتين ده كويس، ده حلو مفيد للجسم. اما اللو دينستي لايبوبروتين ده وحش. ليه بقى؟ اللو دينستي لايبوبروتين ده بيجي يمسك في الشرايين، عارف الشريان ده؟ بيجي يمسك في الشريان. طيب ايه المشكله؟ يعني الفكره بتاعته ان هو في التراكمات، يعني كل شويه تيجي حته تمسك في شريان، حته تمسك في شريان، حته تمسك في شريان، هيعمل لي في الاخر ايه؟ ممكن يعمل لي تصلب في الشرايين، ان الشريان نفسه يبتدي ان هو يتسد او يتصلب.
من كتر الزيوت اللي موجوده فيه. مين اللي بيعمل كده؟ ده اللو دينستي لايب بروتين، لكن الهاي دينستي لايب بروتين ده مفيد. طيب ماشي، الاوميجا 3 دي بتعمل ايه؟ انا قلت لك الاوميجا 3 دي نوعها ايه؟ ان ساتوريتد. وقلت لك ان ساتوريتد بتبقى معناها ايه؟ انها رياكتيف، يعني هتتفاعل. طب هتتفاعل مع مين؟ هتتفاعل مع اللو دينستي لايب بروتين ده وتحوله لي لهاي دينستي لايب بروتين اللي هو الكويس. يبقى تاني ايه اللي هيحصل؟ الفكره ان الاوميجا 3 عباره عن unsaturated fatty acids، يعني هتتفاعل، هتروح تتفاعل مع اللو دينستي لايب بروتين وتروح توديها لي تحولها لي للهاي دينستي لايب بروتين اللي هو الحلو الجميل الكيوت الكتكوت ده. طيب ده معناها ان انا هقلل كميه الكوليسترول اللي موجوده. طب جميل، ده معناها ان انا هعمل ايه؟ فكر معايا، انا عندي دلوقتي شريان، الشريان ده مليان زيوت، مليان كوليسترول، فبالتالي انا عندي سكليوزس، عندي تصلب ماشي، وعندي برضو دي الشريان نفسه بقى ضيق، فده معناها ان الضغط بقى كتير. ما هو انا عندي يعني انا بص عشان نمثلها لك، عندي ماسوره فيها ماسوره واسعه بتمر فيها ميه، ولا ماسوره ضيقه؟ الماسوره الضيقه اللي هيمر فيها ميه، هيمر فيها ميه الضغط اكبر لان هي ضيقه. نفس الفكره، الشريان لما يضيق هيضخ الدم بشكل ايه؟ بشكل اكبر، لان هيبقى فيه هايبرتنشن. طب جميل، وانا قلت لك قبل كده ان في حاجه اسمها انجينا بيكتوريس. انجينا بيكتوريس يعني ايه؟ يعني الذبحه الصدريه. ده معناها ان الشريان اللي بيوصل الدم للقلب، يعني الشريان اللي بيغذي القلب ضيق، او الشريان اللي بيغذي القلب فيه مشكله، دي بتعمل لي انجينا بيكتوريس. طيب جميل، كل الكلام ده بيبقى موجود امتى؟ لما يبقى انا عندي هاي كوليسترول، عندي نسبه عاليه كبيره من الكوليسترول. طب انا دلوقتي هديك حاجه تبطي لي كميه الكوليسترول دي، تقللها، هتحولها لي الهاي دينستي لايب بروتين. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هوسع الشريان. ادي اول حاجه هتحصل. ليه؟ هسيح الكوليسترول اللي موجود، هسيحه. خد بالك من كلمه هسيحه دي، هسيح الكوليسترول اللي موجود هيتسح وهيتحول لهاي دينستي لايب بروتين، فبالتالي الشريان هيوسع. يبقى هعالج مين؟ هعالج الهايبرتنشن، وهعالج الهايبر كوليستيروليميا. يعني ايه؟ يعني هعالج الزياده في كميه الكوليسترول اللي موجوده في الدم. مش انا هحول اللو دينستي لايب بروتين لهاي، ده معناه ان انا هقلل كميه الكوليسترول اللي موجوده، صح ولا مش صح؟ يبقى انا كده هقلل كميه الكوليسترول، ومش بس كده، ده الشريان هيوسع. فلما هيوسع هعالج مين؟ هعالج الهايبرتنشن. ومش بس كده، لما الشريان يوسع ويبتدي الدم يتضخ بشكل كويس وكميه محترمه، هعالج الانجينا بيكتورس. لان كانت منجله الانجينا ان انا عندي الشريان ضيق فبيوصل كميه دم قليله. بيوصلها بضغط عالي، يعني الضغط عالي بس كميه الدم اللي واصله قليله، فبالتالي ده بيعمل مشاكل في القلب، فانا كده هبقى عالجت الانجينا. والحاجه اللي بعدها هي الثرومبوزس. الثرومبوزس دي اللي هي ايه؟ اللي هي الجلطات، ان الدم متجلط. علاج الدم المتجلط ده ان انا ادي حاجه، الحاجه دي بتعمل سيوله بتحرك الدم. طب ما هو انا لما اقلل كميه الكوليسترول الدم هيقدر يتحرك في الشرايين بشكل كويس، فبالتالي هقدر اعالج مين؟ هعالج الثرومبوزس. مين اللي بيعمل الليله الطين دي كلها؟ البوفه. البوفه دي اللي هي الايه؟ اللي هي البولي ان ساتوريتد فاتي اسيدز. طب جميل كده، احنا خلصنا الاوميجا 3. المهم برضو ايه هي اللجنانز؟ طيب اللجنانز دي قلنا دي عيله كبيره زي الفلافونويد، زي الفولاتال اول، زي الحاجات دي كلها. عيله اللجنانز دي بتستخدم كايه؟ كانتي كانسر، ضد السرطان. طيب ليه بقى؟ واحدة واحدة وركز معايا. احنا كبنات عندنا حاجة اسمها هيستروجين. استروجين، مين الاستروجين ده؟ ده هرمون الانوثة. طيب لما بنيجي نوصل لسن اليأس او المانيبوز، كمية الاستروجين بتبقى قليلة جدا جدا، فبنبقى عرضة اكتر للاصابة بحاجة اسمها بريست كانسر او سرطان الثدي. ليه ممكن نصاب بيه لما نكبر؟ ده لانه سرطان الثدي بيجي في حالة النقص الشديد قوي 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 في الاستروجين، او الاكستريم استروجين، يعني الحاجه اللي اوفر من استروجين. فيا اما عندي اكستريم استروجين او ديفيشنسي اوف استروجين. فبما ان انا هبقى في المانيبوز، فدلوقتي انا هيبقى عندي ديفيشنسي اوف استروجين، هيبقى عندي كميه الاستروجين قليله جدا، صغيره قوي. طب اعمل ايه؟ ساعات بندي زي حاجات كده شبه الاستروجين من بره، فالحاجات اللي انا بديها زي مكملات كده بديها شبه الاستروجين، بتشتغل زي الاستروجين، او ممكن ادي استروجين نفسه، فبالتالي هحاول ان انا اعالج مين؟ البريست كانسر. طيب لما جيت ابص على اللجنانز وابص على الميكانيزم بتاعها، لقيت ان هي بتشتغل زي الاستروجين، يعني بتروح على الريسبتورز بتاعت الاستروجين وتنشطها، بتشتغل نفس مستقبلات الاستروجين. ده معناها ان هي هتقدر تقوم بوظيفه الاستروجين. ده معناها ان انا لو واحده في سن المانيبوز وعندي بريست كانسر او عندي سرطان في الثدي نتيجه نقص كميه الاستروجين، اقدر استخدم اللجنانز دي ان انا اعالجها، صح ولا مش صح؟ ان انا ادي كاني بالظبط بدي استروجين، فهقدر اعالج الايه؟ البريست كانسر. يبقى احنا كده المفروض دلوقتي فهمنا ليه اللجنانز بتشتغل اجنست كانسر، لان هي في حاجه اسمها اس دي جي. اس تي جي دي يعني ايه؟ يعني هي بتشتغل كاستروجين افكت، ليها
افكت شبه الاستروجين. ليه؟ لان هي لما بتروح على الريسبتورز بتاعت الاستروجين بتقدر انها تنشط. جميل. طيب مش انا قلت لك ان البريست استروجين ده ممكن يبقى بريست قصدي كانسر ممكن يبقى بسبب الديفيشنسي اوف استروجين او الاكستريم استروجين. طيب لو انا بقى عندي بريست كانسر بسبب الاكستريم اوف استروجين، هل في الحاله دي اقدر اخد لجنانز؟ لا. فهي اجنست كانسر اه، محدش هيقدر ان هي يقول لك لا، وبتعمل بريفنشن اقدر ان انا احمي نفسي منه. ليه؟ لان انا هزود كميه الاستروجين عندي. بس افرض ان انا عندي بريست كانسر اصلا بسبب ان انا عندي استروجين عالي جدا، في الحاله دي مش هينفع اخدها. خلاص كده. طيب الاستخدام اللي بعد كده، احنا اتكلمنا عن كام استخدام؟ اتكلمنا عن ثلاث استخدامات، استخدام او اربع استخدامات، اربع استخدامات، اثنين للاوميجا 3 انتي انفلاماتوري، وطبعا اللي هي الجزء بتاع الايه بتاع الكوليسترول، واستخدام ثاني للجنانز اللي هو ايه، اللي هو انتي كانسر. ليه؟ بسبب الاستروجين. طب حلو، الاستخدام اللي بعده الميوسلج. احنا اتكلمنا عن الميوسلج، انا قلت لك احنا عندنا ميوسلج وعندنا فاتي اسيدز وعندنا حاجه اسمها لينامارين وعندنا حاجه اسمها لجنانز. اللجنانز اتكلمنا عنها خلاص، اللي هي ايه، اللي هي استروجين، واتكلمنا كمان عن الفاتي اسيدز. فاضل دلوقتي ان احنا نتكلم على الميوسلج وهنتكلم كمان عن اللينامارين. تمام كده. طيب الميوسلج بقى، كلمه ميوسلج لما اجي اقولها لك تقول لي على طول بالك لاكستيف. يلا، ميوسلج بالك لاكستيف، ميوسلج بالك لاكستيف. طيب ليه؟ الميوسلج دي لو جيت بصيت على الاستراكشر بتاعها هلاقيها انها عباره عن بولي ساكرايدز، والبولي ساكرايدز دي فيها كميه او اتش كتيره جدا، فيها جروبس كتيره جدا من الاو اتش، ده معناها انها هتحب الميه جدا، هتحب انها تمتص ميه. طب حلو، لما اجي اخد حاجه فيها ميوسلج وهتيجي تنزل الانتستاين هتمتص الميه اللي موجوده، فهتكبر، هتعمل لي بلك، بلك كبيره كده حلوه. البلك اللي هتحصل في الانتستاين دي هتضغط على جدار الانتستاين، هتضغط عليها، لما تضغط على جدار الانتستاين هتحفز لي البريستاليسيس، هتعمل لي ريفلكس ستيميليشن للبريستاليسيس، ودي شرحناها 50 مره فمش محتاجه نعيد عليها تاني، بس هي بتستخدم كده كبالك لاكستيف. طيب استخدمها في اي نوع كونستيبيشن؟ في الهابيتشوال كونستيبيشن. يعني ايه هابيتشوال كونستيبيشن؟ يعني كرونيك كونستيبيشن. اقف، السؤال ده حلو قوي، ترو فولس، ده يجي وش يقول لك الميوسلج او البولي ساكرايدز او اللينسيد او البالك لاكستيف استخدمها في الاكيوت ولا الكرونيك؟ تقول له الكرونيك على طول. ليه؟ لان الحاجات دي البالك لاكستيف بتقعد فتره طويله على ما تدي الايفكت بتاعها، ممكن تقعد 12 ساعه على ما تدي الايفكت بتاعها، فلو انا عندي اكيوت كونستيبيشن مش هينفع، فبديها افضل حاجه لمين؟ للهابيتشوال كونستيبيشن او الكرونيك كونستيبيشن. طيب وبيقول لي اللاكستيف اكشن دو تو انكريز ان ذا فوليوم. طب ليه بيحصل انكريز للفوليوم؟ لان هي بتمتص الميه. تمام، لما تمتص الميه حجمها هيزيد في الانتستاين، خلاص كده، فهتعمل ستيميليشن للبريستاليسيس. ليه؟ لانها هتضغط على الجدار بتاع البريستاليسيس، هتحفز الريسبتورز اللي موجوده، وبالتالي هتعمل ريفلكس ستيميليشن. طب جميل. طيب مش انا قلت لك انها لازم عشان تعمل بلك محتاجه انها تشرب ميه؟ علشان كده لازم لما اجي اخد اللينسيد لازم اشرب بعدها على الاقل كوبايتين ميه. تمام، ليه؟ علشان الميه دي هي دي اللي هتمتصها، لان انا طبعا لو اخدت ميوسلج من غير ميه اللي هيحصل ايه؟ انها مش هتنفخ، بالعكس ده في الاخر هتجمع لي بكتيريا وهتعمل لي فلاتشلنس، فلا لازم لما اجي استخدمها استخدم معاها ميه. اكسترنالي مش مهم خالص اليوز اللي هو الاكسترنالي ده، بستخدمها لعلاج البولز او الكاربينولز، دي عباره عن ايه؟ دي حاجات عامله زي الحبوب والفقاقيع اللي بتبقى موجوده، ده فكك منه يعني، ده مش مهم خالص. طيب دلوقتي هنتكلم عن حاجه نون ميديسينال يوز. يعني ايه؟ احنا كده خلصنا الميديسينال يوزز كلها، اتكلمنا عن ايه؟ اول حاجه اتكلمنا عن الاوميجا 3. تمام، قلت لك الاوميجا 3 بتشتغل كانتي انفلاماتوري، وحكيت بقى للكوليسترول بقى بتقلل الهايبرتنشن، بتعالج الثرومبوزز، بتعالج الهايبر كوليسترول، وتقدر تعالج الانجينا، خلاص كده اتكلمنا عنها. بعد كده اتكلمنا عن اللجنانز، قلت لك اللجنانز بتشتغل على بتشتغل كاستروجين فبتشتغل كانتي كانسر. بعد كده اتكلمنا عن الميوسلج وقلنا انها بتشتغل حاجتين، لاكستيف بالك لاكستيف وديمولسنت. لو بتفتكري ديمولسنت يعني ايه؟ يعني مرطبه. كده احنا خلصنا الميديسينال يوزز. في بيقول لي ساعات ممكن استخدمها في الدهانات. ليه بقى؟ الفاتي اسيدز اللي فيها هي انساتوريتد، لما تبقى في حاجه انساتوريتد بتخلي الحاجه تنشف بسرعه، فلو انا مثلا بدهن شقه وعايزه انشف الدهان ده ممكن احطها عليها فالدهان ينشف، دي يعني حاجه ما تركزش فيها قوي برضه، بس ممكن تحفظها لان هي ممكن تيجي، بس اقصد هي ما فيهاش فهم يعني، مش محتاجه ان انا اشرحها كفهم يعني، ممكن تحفظها. طب حلو، بيقول لي بقى ان اللينسيد اويل ده لازم لما اجي لازم اعمل له رابيد ستورج. رابيد ستورج يعني ايه؟ يعني اخزنه بسرعه.
ليه؟ لان الانساتوريتد فاتي اسيدز اللي فيه ممكن الباي بوند بسهوله تتكسر تتحول لي ساتوريتد فاتي اسيدز اللي هي الوحشه. احنا قلنا الساتوريتد فاتي اسيدز دي مضره مش عايزاها، لكن الانساتوريتد دي الجميله الحلوه اللي هتدفعي لي مع اللو دينستي كوليسترول وتحوله لهاي دينستي كوليسترول. فعشان كده انا ببقى عايزه احافظ عليها قدر المستطاع، فلازم اعمل لها ستورج ايه بسرعه. طيب السايد افكتس بتاعتها، بيقول لك السايد افكتس بتاعتها مش كتير، يعني هي ما عندهاش تقريبا سايد افكتس الا في حاله واحده بس، لو زودت الدوز بتاعتها، يعني اخدت كميه كبيره من اللينسيد. يعني انا مثلا المفروض كل يوم اخد لي معلقه مثلا، معلقه احطها في الزبادي، معلقه احطها معلقه مثلا من البودر احطها في الزبادي، احطها في السلطه كده. لو حطيت 3 4 معالق كل يوم ده هيسبب لي مشاكل. ليه بقى هيسبب لي مشاكل؟ فاكر اللينامارين اللي كان من السيانوجينيك جلايكوسايدز؟ سيانوجينيك جلايكوسايد، يعني في مجموعه السيانيد. مجموعه السيانيد دي مجموعه سامه توكسيك. الاتش سي ان ده اللي هو الغاز السيانيد ده توكسيك. ده توكسيك ليه؟ ده لان هو بيسمم بالتنفس. بيسمم بالتنفس ازاي؟ بيخلي الجسم كله ما يقدرش يوصل له اكسجين، فالجسم كله بيموت وهو مزرق، يعني الجسم بيبقى ازرق مخنوق، الانسان بيموت مخنوق من الاتش سي ان ده، تمام. فهي اللينسيد دي اصلا فيها السيانوجينيك جلايكوسايدز، تمام كده. فده معناها ان انا لو حصل ان السيانوجينيك جلايكوسايدز ده حصل حاجه ما خلت الاتش سي ان يظهر، انا كده هموت مخنوقه، تمام. بس يعني حكمه ربنا بقى سبحانه وتعالى ايه بقى؟ ان انا عندي دلوقتي السيانوجينيك جلايكوسايدز اللي هو الاستراكشر ده اللي موجود ده اهو. اللي بيحصل ايه؟ ان احنا في عندنا انزيم، الانزيم ده اسمه ايه؟ جلايكوسايديز. ايز يعني ايه؟ ايز يعني انزيم بيكسر. جلايكوسايديز، جلايكوسايديز يعني ايه؟ يعني هيكسر الجزء الجلايكو، هيكسر الجزء الشجر اللي هو ايه؟ هيشيل الجزء ده. طب استنى هعملها لكم من على بينت احسن عشان تفهموها. بص ركز معي، مش انا قلت لك اسمه جلايكوسايديز؟ جلايكوسايديز يعني ايه؟ يعني هيكسر الجزء الشجر. فالجزء ده او الانزيم ده هيكسر جزء الشجر ده كده، هيشيله كده، هيتبقى لي الجزء اللي هو الجينين ده. الجينين ده بقى ايه اللي هيحصل له؟ بعمل حراره، بحط حراره فبكسر الجزء ده، وده كده بيخرج لبره على شكل ايه؟ على شكل اتش سي ان مع الهيدروليسيس. يبقى تاني اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا عندي حاجه اسمها جلايكوسايديز للمريز. ده بيعمل ايه؟ اول حاجه هو بيكسر الجزء الشجر ده، بيتشال، ولما اجي اسخن واجي احط هيدروليسيز هيطلع لي الاتش سي ان اللي بعد كده بيتحول للاس سي ان. الاس سي ان ده بيبقى ليس توكسيك، وبيبقى شويه كمان من الاتش سي ان دول بيخرجوا من الجسم عن طريق البول، يعني بيبقى جزء صغير كده بيخرج من الجسم عن طريق البول عادي، خلاص كده. يبقى تاني الجلايكوسايديز ده والانيماريز دول بيعملوا ايه؟ بيروحوا عند المركب ده اللي هو السيانوجينيك جلايكوسايدز، بيكسروا الجزء الجلوكوز ده بيطردوه لبره، وبالتالي بيتبقى اللي هو السي تريبل بوند مع الكربون. ومثال ولو الجزء ده، يعني انا كنت هشيل اورجانيك فبلاش، المهم يعني بقى الجزء ده اللي بالحراره والهيدروليسيس هيطلع لي الاتش سي ان اللي بعد كده هتتحول لايه؟ للاس سي ان اللي هي ليس توكسيك، تمام كده. طيب الكونترا انتجيتس بقى، ايه الحاجات اللي انا ما اخدش فيها لينسيد؟ في حاله ان انا عندي انتستاينال اوبستراكشن، يعني ايه؟ عندي انسداد في الامعاء، الامعاء بتاعتي ملفوفه او مسدوده. ليه بقى؟ لان هي فيها ميوسلج، والميوسلج بتعمل بالك لاكستيف، يعني بتعمل بالك. فتخيل انا عندي حاجه مسدوده وانا حط حاجه بتعمل بالك، بتنفخ الامعاء اكتر، فالامعاء هتنفجر، تمام. طيب الكيميكال تيست، الكيميكال تيست ايه؟ اول حاجه هي فيها فيكسد اويلز، يبقى هتبقى بوزيتيف مع السودان 3. فيها ميوسلج، يبقى بوزيتيف مع الريسينامريد. فيها بروتين، هتبقى بوزيتيف مع البيكريك اسيد، تمام كده. طيب اهم حاجه عندي بقى التيست ده اللي هو تيست اللينامارين تيست. التيست اللينامارين ده تيست معمول علشان يكشف على ماده اللينامارين. ماده اللينامارين دي الماده اللي انا قعدت اشرح فيها من الصبح دي، تمام. دي ده اسمه ايه؟ اسمه ينيارد ريجنت، مينيارد ريجنت، التو جي سايلنت مينيارد ريجنت. طيب ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا هجيب اللينسيد ده واعمل له كراشد، اكسره احوله لباودر، خلاص كده. طيب واحط فيه شويه ميه. ليه ميه؟ الميه دي اهي مويستشرز ووتر. ليه الميه دي؟ عشان بعد كده هتعمل لها هيدروليسيس. طب جميل، بعد كده اعرض الورقه اللي هي اسمها صوديوم بيكريت بيبر، دي عباره عن ورقه لونها اصفر. طيب لما اجي اعمل هيدروليسيس للميه، لما اجي اعمل هيدروليسيس للينسيد هيتكون ال HCN اللي هو الغاز ده. طيب ال HCN لما هيطلع يقابل البيكريت اللي هي الصوديوم بيكريت بيبر دي، هيحولها لحاجه اسمها صوديوم بيكريميت اللي هي لونها ايه؟ اللي هي اللون الريد،
خلاص كده يا شباب. يبقى تاني نعيد تاني الحته دي، الميه بتعمل هيدروليسس، وقلنا مش ميه بس، ده ميه وحراره وانزيم. الانزيم ده بيبقى موجود، الانزيم ده اسمه لينيرمين جلايكوسيدز. الثلاثه دول مع بعض بيشتغلوا ان هم بيطلعوا لي الاتش سي ان، والاتش سي ان ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي ريد كلر، ده بسبب الصوديوم بيكريمت. طيب نخش بعد كده على الاستخدامات بتاعه الفينوجريك. اكسترنالي مش مهمه، ما تقراهوش، هو بيستخدم في علاج البونز والليج السرز والحاجات دي. طيب انترنالي بقى مهمه، بتشتغل كلاكتاجوج. لاكتاجوج دي يعني ايه؟ يعني بتحفز الميلك بريست، بتحفز اللبن اللي بيبقى موجود في البريست. طب جميل، ليه او ازاي؟ فاكر الصابونينز اللي اتكلمنا عنها؟ خلينا كده نرجع لها اهي. الصابونينز اللي اتكلمت عنها اللي هي عباره عن دايوسيجينين، الدايوسيجينين قلت لك الدايوسيجينين ده مهم قوي. مهم ليه؟ بيشتغل زي اللجنانز. ازاي؟ برضو بيشتغل كاستروجين، يعني ليه تاثير على الاستروجين، فبيروح للبريست. يعني خلينا نرجع تاني بقى، بيروح للبريست وبيزود كميه الملك اللي موجوده في البريست، وكمان بيكبر حجم البريست نفسه، فبالتالي هيبقى عندي ملك اكتر، فبالتالي اقدر ارضع بشكل ايه؟ بشكل احسن. ده بسبب الايه؟ بسبب الديانو الدايوسيجينين. بتشتغل كمان كديمولسنت. ليه؟ بسبب اللي هي الميوسولوج، كلاكستيف وهكذا. طيب بتشتغل كمان كتونيك. تونيك يعني ايه؟ يعني بتدي قوه للجسم. القوه للجسم دي بسبب ايه؟ بسبب البروتين اللي موجود فيها. بتستخدم كمان في علاج الهيباتوميجالي او السبلينوميجالي، مش مهم احفظها وخلاص، مش مهم شرحها. طيب يعني ايه بس؟ يعني التضخم في الكبد او تضخم في السبلين اللي هو الطحال. طيب حلو. كمان الفينوجريك بتستخدم في الكنترول بتاع الدايبيتس. يعني لو انا واحده عندي سكر وجيت شربت كوبايه حلبه، هتعمل زي ديجريس شويه لمستوى السكر اللي في الدم، بتقلل كميه السكر اللي موجوده في الدم. طب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ على حسب. لو انا مثلا بشربها عادي، يعني انا واحده عندها السكر مثلا وبشربها عادي بفتره بعيده جدا عن الدواء، هي هتنقص كميه السكر، تمام. بس هي ملهاش تاثير بيرفكت، يعني هي مش اللي هو اول ما هاخدها اقدر استغني عن الدواء بتاعي، لا هي مش تاثيرها قوي قوي، بس هي بتستخدم في علاج السكر يعني. طيب هي مشكلتها في ايه بقى؟ مشكلتها ان انا اصلا لو باخد دواء للسكر، يعني انا واحده عندها سكر وباخد دواء بيقلل لي كميه السكر، ورحت شاربه حلبه، هيحصل ان كميه السكر هتقل قوي 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 في الدم، هتخش عندي في حاجه اسمها هايبوجلايسيميا. هايبوجلايسيميا يعني نقص في مستوى الجلوكوز في الدم، ودي تدخلني في غيبوبه على طول، تمام. طيب الديانوسيجينين ده، قلنا الديانوسيجينين ده بيشتغل كسكس هرمون، لان هو بيشتغل كاستروجين، ومش بس كده، ده بيستخدم كمان ككورتيزون. الكورتيزون ده ستيرويد دراجز، مش هشرح الحته دي خالص لانها يعني حته فيها تفاصيل كتيره جدا، بس انا هقول معلومه واحده. الكورتيزون ده مهم قوي قوي للجسم، وبيعمل علاج لحاجات كتير قوي، بس في نفس الوقت اضراره كتيره جدا، والدوسز بتاعته لازم تبقى محدده كويس قوي، لدرجه ان الكورتيزون ما ينفعش ان هو يتصرف في الصيدليه الا بروشته. فان انا يبقى عندي ماده، الماده دي ناتشرال زي الدايوسيجينين اللي موجوده في الحلبه، ويكون فيها سترويد دراجز، دي حاجه مهمه جدا. خلاص كده. طيب السلايد تقريبا قبل الاخيره هي الكونترا انديكيتد للفينوجريك. قلنا ان انا ما ينفعش استخدمها لو انا واحده عندي سكر وباخد دواء سكر، لان ممكن تعمل لي هايبوجلايسيميا. خلاص كده. طيب انا قلت لك ان هي مفيده جدا للبريست، لان هي بتشتغل كاستروجين. يعني انا لو واحده دلوقتي برضع، هيبقى حلو قوي قوي لو انا اشرب حلبه. المشكله بقى لو انا واحده حامل، لو انا حامل دلوقتي وجيت اخدت فينوجريك، هيحصل لي ابورشن، يعني على طول هيحصل لي ميسكارج او ابورشن على طول، اجهاض. ليه بقى؟ الاستروجين ده بيعمل كونتراكشن للسموث ماسلز اللي موجوده في اليوترس، يعني بيروح لليوترس ويخليه يعمل ستيميوليشن، يعمل له ستيميوليشن، يعني يخليه ينقبض كتير، فبالتالي يحصل لي ابورشن. فشوف سبحان الله، على الرغم ان هي مفيده جدا لللاكتيك ماذر او للمذر اللي هي الام اللي بترضع، الا انها مضره جدا للبريجننت، يعمل لها ابورشن على طول. فطبعا ما ينفعش اديها لواحده ايه؟ لواحده بريجننت. الكيميكال تيست بتاعتها عاديه جدا، ملهاش حاجه سبيشال. يعني هي ليها سودان 3، ده لان هي طبعا فيها فيكسد اويل، ميثيلين بلو، ده طبعا لان هي فيها ميوسلج، الميوسلج كان ليها ميثيلين بلو وكان ليها ريوسينيوم ريد، يعني الاثنين ينفعوا، بس في حاله الميوسلج اللي موجود في الفينوجريك هنا ميثيلين بلو. وفي كمان الصابونين، تمام. ودي مجموعه ادويه او مجموعه حاجات منتشره بستخدم فيها الفينوجريك واللينسيد، عشان بسبب الاوميجا 3 اللي موجوده، بسبب اللجنانز اللي موجوده، بسبب الصابونينز اللي موجوده، والحاجات دي كلها. كده احنا خلصنا اللينسيد والفينوجريك، هيبقى لنا جزء البلاك ماسترز والوايت ماستر.